أنشطة الأسبوع الوطني للمرأة التشادية التي تقام ابتداء من الأول من مارس لكل عام، فقد أطلقت النساء العاملات بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي أنشطتهن لهذا الأسبوع الذي جاء تحت شعار المرأة التشادية في قلب الفترة الانتقالية. رئيسة اللجنة المنظمة للاحتفال بهذا الأسبوع الوطني للمرأة التشادية للعاملات بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي ماديبيل بايدانوم أوضحت بأن العاملات بالوزارة جهزنا لأجل المشاركة في احتفالية هذا العام بكل السبل المتاحة، وأنهن سيصاحبن مع باقي إخواتهن لتطبيق شعار هذا العام الذي جاء تحت موضوع المرأة التشادية في قلب الفترة الانتقالية على أرض الواقع. أما الأمينة العامة النائبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي ريدونتا مادينغاي التي ترأست المناسبة أوضحت بأن الأسبوع الوطني للمرأة التشادية هو ليس للاحتفال فحسب، بل هو فرصة لتقييم إنجازات المرأة التشادية التي تقوم بها من حين لآخر، مما يسمح لهن بتظليل الشعاب التي من المحتمل أن تكون عائقا لتقدم المرأة التشادية. وخلال هذا الاجتماع أعلنت السيدة ريدونتا مادينغي انطلاقة الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة هذا العام للعاملات بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي.